يقول عند النوم هل أقرأ الفاتحة أو سورة ياسين، وماذا يقرأ الإنسان عند النوم؟ يقرأ ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ياسين هذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ولا الفاتحة أيضا ما ورد إنه تقرأ عند النوم. نعم.